الإرادة والطموح وعدم الاستسلام للعراقيل هي الرسالة التحفيزية التي قدمتها السيدة لاميا من خلال تقاسمها لتجربتها في مجال العمل والمقاولاتية خلال ندوة حول الإدماج الاقتصادي للمرأة الذي نظمه نادي التفكير حول المؤسسة. لازم برك تكون عندك لافولونتي انك تتحديها، ولازم يكون عندك ثقه في نفسك انك تخرجي من لا زون دو كونفور، يعني لا زون تاعك اللي حاسه فيها روحك مليحه. انا كنت مديره عامه في جيزي، وكنت مديره عامه في ريد بول، وكنت مديره عامه في كريم، يعني وطلقت كل هذا ورحت اسست شركه تاعي لانه كان عندي هدف وكان عندي اعتقاد انه اطفال التوحد لازم لهم منصه تعليميه. فقمت بجمع 12 سنه تاع الخبره تاعي مع بنتي وحطيتها في منصه رقميه تعليميه، وحطيت هذه المنصه تحت تصرف اولياء اللي عندهم اطفال عندهم توحد. ندوه اجمع من خلالها كل المتدخلين ان الاطار التشريعي والقانوني في الجزائر يحفز على اشراك المراه في سوق العمل، الا ان هذا لا يمنع من وجود العديد من العوائق التي تصادفها في حياتها المهنيه. على مستوى اوروبا الى اليوم ما عندكش ليغاليتي دي سالير. احنا خلقت في 1978 الستاتيو جينيرال دو ترافايور ما فرقش ما بين المراه والرجل فيما يخص الرتب. يا في اون ايغاليتي دو ريمونيراسيون. شفنا باللي الاحصائيات تثبت باللي ما يعني مالغري اللي كاين يعني قانون وقوانين شامله وكامله اللي تحفز دور المرأة في المجتمع وفي الاقتصاد، ما زالت يعني الوجود تاعها في الميدان ناقص. مقترحات عدة تم تقديمها لإزالة العراقيل التي قد تواجه المرأة العاملة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال المقاولاتية، لتمكينها من تقلد أدوار ريادية في المجتمع.